تستضيف مملكة البحرين الدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 والمعرض المصاحف في 25 والسادس والعشرين من نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر. ويعد المؤتمر جزءا من مبادرات الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون التي اعتمدتها اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية الخليجية. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور زكريا أحمد رئيس اللجنة المنظمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. مساء الخير دكتور زكريا، بداية ما الذي يميز نسخة هذا العام من المؤتمر؟ مساء النور أخي العزيز، طبعا في البداية أشكركم على هذا اللقاء. طبعا أحب في البداية نتوجه بخاص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظ الله ورعاه على رعايته الكريمة للمؤتمر وجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي. طبعا هذا يعكس دعم واهتمام سموه بتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة. طبعا يأتي مؤتمر هذا العام كترجمة لأهداف الاستراتيجية الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي التي اعتمدتها قادة دول مجلس التعاون الخليجي طبعا من قبل أكثر من سنتين. تأتي النسخة الرابعة للمؤتمر والذي تضيفه هذه السنة مملكة البحرين، والذي يقام طبعا كل سنتين، على وجود حلقات هذه السنة النقاشية بين دول مجلس التعاون الخليجي لعرض أهم المشاريع المتميزة في كل دولة وتبادل التجارب الناجحة. طبعا ذلك للاطلاع على تجارب الدول في تقديم الخدمات الإلكترونية المشتركة، وكذلك سنعمل على استعراض تجارب الدول الاتحاد الأوروبي في مجال الحكومة الإلكترونية وكيفية الاستفادة من طبعا تجارب هذه الدول الأوروبية والممارسات الناجحة اللي طبعا يعملون على تقديمها، وذلك لمساعدة دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم خدمات إلكترونية مشتركة متكاملة وبناء منظومة إلكترونية تجمع دول مجلس التعاون الخليجي. وإن شاء الله يعني اللي بيميز هذا المؤتمر أكثر وأكثر هو طبعا تكريم المبادرات والمشاريع الفائزة والمتميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في طبعا جائزة الحكومة الإلكترونية. نعم دكتور زكريا، ما هي أهم المحاور وأوراق العمل التي سيتناولها هذا المؤتمر الهام؟ طبعا المحاور بتركز على أهم المواضيع المتعلقة بالحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات والتطور السريع الحاصل في تكنولوجيا المعلومات في هذا والاتصالات في هذا المجال، وبالأخص الاستراتيجيات الناجحة لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية المشتركة بين دول المجلس، وكذلك التكامل المعلومات البيئية لدعم طبعا صنع القرار الإقليمي، وكذلك سنتكلم عن منهجيات تطوير العمل الحكومي عن طريق تبسيط الإجراءات وهندستها وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية المشتركة بين دول المجلس، وكذلك الإعلام الاجتماعي الذكي. طبعا هاي ما عرض لكثير من تجارب دول الخليج في مجال الحكومة الإلكترونية عبر مجموعة من القطاعات المختلفة كالعدل والتنمية الاجتماعية والصحة وغيرها. نعم دكتور زكريا، تحدثت عن جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حدثنا عن أهميتها وهي تتزامن مع هذا المؤتمر. طبعا جائزة الحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون تعتبر من المرتكزات الرئيسية في الاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون الخليجي، واللي بدينا طبعا في تحضيرات لها من أكثر من 6 شهور من خلال تقدم الجهات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي لأفضل الممارسات والمشاريع والخدمات الإلكترونية. طبعا هي كلها وفق معايير دولية تقوم بتقييمها طبعا مجموعة من الخبراء الدوليين والخليجيين كذلك المتخصصين في مجال الحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات، وسيتم طبعا الإعلان عن الفائزين وتكريمهم من خلال حفل افتتاح المؤتمر اللي بيكون في 25 نوفمبر برعاية طبعا كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر. تأتي هذه الجائزة يعني لتأكيد على خلق ثقافة المنافسة الإيجابية بين دول مجلس التعاون في مجال الحكومة الإلكترونية، ومن خلال إبراز التجارب الناجحة والاستفادة العملية من خبر دول المجلس. طبعا هذا ما لمسناه في السنوات السابقة. حيث عملت الجائزة على رفع قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على المنافسة العالمية في مجال تقنية المعلومات وتعزيز مكانتها في المحافل الدولية وبتقارير الأمم المتحدة وتحسين تصنيفها العالمي في هذا المجال. نعم الدكتور زكريا أحمد رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الحكومة الإلكترونية، نتمنى لكم كل التوفيق والسداد وشكرا جزيلا لك.